فارس ومالك خيل، وهو أيضا متزوج من ابنة الشيخ محمد بن راشد المكتوم، بطل العالم في القدرة واللي له رأيه الخاص في الفروسية. رح نسمع رأي الشيخ محمد أولا بالفروسية. إذا أردت أن تكون فارس، أول شيء في الفروسية حب الأهل وتكون تحترم الغير، وخاصة اللي أكبر عنك في السن، لأن الفروسية رجولة والفروسية يعني أطباع. فإذا توفرت فيك هذه كل شيء ورضوا عنك أهلك وأصدقائك وكبار سنك ومدرستك ومدرسينك، بعدين جاء اللي أسهل وهو تعلم ركوب الخيل. صحيح صحيح صحيح، الله يحفظه، صح لسانه. صحيح كلامه، هذه نصيحة للأجيال الصغيرة اللي كان يقولهم كلهم مرتبطين بالفروسية. نعم، هذه الصفات الأخلاق، أخلاق الفروسية. الفارس مش بس امتطاء للخيل، الفارس هو الأخلاق، أخلاقه اللي تحس أن هذا أخلاق فارس، معروفة في الحكمة هذه أنه يقول أخلاقك أخلاق فارس. صحيح، فالفارس بأخلاقه وليست بركوبه للخيل.